قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. تكلمنا على هذا الحديث وذكرنا أن من أحكام هذا الحديث وأن التأبير هو التلقيح، وأنه إذا لقحت النخل كان النخيل تلقح، فإذا باع النخل بعد أن لقحها المشتري فإن الثمرة تكون للبائع، إذا لقحت بعد أن لقحها البائع فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. إذا اشترط المشتري فالمسلمون على شروطه. ذكرنا أن بعض الأشجار لا تلقح، وعلى هذا يكون العبرة بالظهور، العبرة بظهور الثمرة، فما ظهر من الثمار يكون للبائع، وما ظهر وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المشتري. ولو لقح بعض الثمر ولم يلقح البعض الآخر فما لقح للبائع وما لم يلقح فهو للمشتري. وأيضا قوله إلا أن يشترط المبتاع المشتري فيه دليل على إثبات إثبات الشرط، وأن الأصل في الشروط في العقود الأصل في ذلك الصحة. يقول الأصل في الشروط في العقود الأصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، من وصفه الشرط فيه، حيث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل ذلك على أن الشروط يجب أن يوفى بها، لكن أحق الشروط بالوفاء ما استحل بها الفرج. ونعم، ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم من ابتاع عبدا. قول لمسلم يفهم من كلام المؤلف أن هذا من أفراد مسلم، وهذا فيه نظر، صحيح أن هذا في البخاري وفي مسلم، لكنه خفي على المؤلف رحمه الله تعالى. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للبائع، من ابتاع عبدا يعني اشترى عبدا فماله للبائع، هذا يدل على أن الرقيق إذا بيع وله مال يعني سيده جعل في يديه مالا يتصرف به فإن ماله يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترط المبتاع. المال الذي بيد الرقيق ينقسم إلى قسمين، مال جرت العادة أنه يدخل في البيع مثل الملابس ونحو ذلك، فهذه للمشتري،
القسم الثاني أموال لم تجري العادة أنها داخلة في البيت لكنها مع الرقيق، السيد جعلها في يد الرقيق، مثلا جعل في يده أقلاما، جعل في يده سيارة ونحو ذلك، أو إذا قلنا بأن الرقيق يملك بالتمليك ملكت هذه الأشياء للرقيق، فهل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ نقول بأنها ليست داخلة في البيع إلا إن اشترط المشتري. فالأموال التي لم يجري العادة أن تجري العادة أنها تدخل في البيع، مثل السيارة، مثل القلم، مثل إلى آخره، الكتاب الذي يقرأ فيه جعل الرقيق يتصرف فيه، أو ملكت للرقيق، إذا قلنا بأن الرقيق يملك بالتمليك ملكت له، فنقول بأن هذه الأشياء للبائع إلا إن اشترط المشتري، فإذا اشترط فالمسلمون على شروطهم. وفي هذا أيضا في هذا الحديث دليل على أن السلعة انتقلت، على أن السلعة بمجرد البيع انتقل ملكها للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، جعل المال للذي باعه، دل ذلك على أن الرقيق أصبح لمن؟ للمشتري. ويترتب على هذا لو حصل نمى، لمن يكون النمى؟ ها؟ للمشتري أو للبائع؟ للمشتري، لأنه نماء ملكه، لأنه نماء ملكه، ملك المشتري. فإذا حصل نماء نقول بأن النماء يكون للمشتري لأنه نماء ملكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. نعم، الطعام كل مطعوم من مأكول أو مشروب، الطعام كل مطعوم من مأكول أو مشروب، لكن في الصدر الأول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة، يعني في الصدر الأول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة. هذا الحديث فيه مسائل، من مسائل هذا الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فإذا اشترى طعاما فإنه ينهى أن يبيعه حتى يقبضه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يقبضه. وفيه أيضا أنه يجوز بيع الطعام بعد قبضه، يعني إذا قبضه المشتري إذا اشترى الطعام ليس له أن يبيعه حتى يقبضه، فإذا قبضه فإن له أن يبيعه، يفهم من ذلك أنه إذا قبضه فإن له أن يبيعه. طيب، هل هذا خاص بالطعام النهي هذا أو أنه ليس خاصا بالطعام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب المالكية رحمهم الله تعالى أن النهي عن بيع السلعة قبل قبضها هذا خاص بأي شيء؟ الطعام فقط، أيضا بالطعام الذي يكال ويوزن، الطعام الذي يكال ويوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يستوفيه. الاستيفاء هذا يشعر باعتبار الكيل أو الوزن، يعني لأنه لا بد من ماذا؟ من المعيار، يعني لا بد من المعيار الشرعي من الكيل أو الوزن. قال: حتى يستوفيه،
فالمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن هذا خاص بالطعام الذي يكال ويولى، ما عدا ذلك يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، مثلا الثوب إذا اشتريته أو السيارة ونحو ذلك يجوز لك أن تبيع هذه الأشياء قبل أن تقبضها. طيب الرأي الثاني، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يمنع من بيع السلعة قبل قبضها إذا بيعت بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو وصف أو رؤية سابقة، يعني إذا بيعت السلعة بواحد من الطرق من هذه الطرق الستة ليس لك أن تبيعها قبل القبض، ما عدا ذلك يجوز لك أن تبيعها قبل القبض. مثلا سيارة، اشترت السيارة ما قبضتها حتى الآن، هنا لم تبع لا بوصف ولا برؤية سابقة، الرؤية حاضرة الآن، ولا بعد ولا بكيل ولا بوزن، لك أن تبيعها وإن لم تقبضها. ثوب حاضر موجود كان تبيع، لكن لو شريت طعام بالكيل كل فاع بريال أو طعام بالوزن، شريت لحم بالوزن كل كيلو بريال أو بعد هذه السلع كل حبة بكذا أو بذرع القماش كل ذراع بكذا أو بوصف بعتك سلعة صفتها كذا وكذا أو برؤية سابقة، في إذا بيع بواحد من هذه الطرق الستة فإنه ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه. أما ما بيع برؤية حاضرة أو بيع بجزاف، بعتك جزاف بدون تقدير، بعتك هذا الطعام جميعا، بعتك هذه الحيوانات جميعا، هنا يقولون لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. طيب الرأي الثالث، يعني الرأي الثالث أن المنع من أي مبيع يباع حتى يقبض، يعني المنع، يعني كل مبيع لا يجوز أن يباع حتى يقبض، سواء بيع بتقدير يعني بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو بوصف أو برؤية سابقة أو بيع برؤية حاضرة أو بيع جزافا يعني بلا تقدير. وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها النهي شامل لكل بيع وليس خاصا. فالأرى في هذه المسألة ترى أضيق الأرى رأي من؟ ها؟ المالكية، لأن المالكية خصوه بالمطعوم المتين الموجود، حنابلة يقول إذا بيع بواحد من الطرق الستة، الشافعية والحنابلة عام هذا يشمل كل مبيع، يعني الشافعية كل مختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويستدلون. أما الذين خصوه بالطعام فدليلهم هذا الحديث من ابتاع طعاما، وأما الذين خصوه بما بيع بتقدير الوزن والكيل والعد والذرع إلى آخره حنابلة قالوا حتى يستوفيه، لأن قوله حتى يستوفيه الاستيفاء تدل على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ ها؟ نعم، اعتبار المعيار، لابد من معيار استوفى فيه الكيل والوزن العد الذرع إلى آخره. وأما الذين قالوا بأنه شامل فقالوا بأن ابن عباس قال وأحسب أن كل شيء مثله، أحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام، يعني مثل الطعام، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وكذلك أيضا جاء في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وإن كان ضعيفا، إذا اشتريت بيعا فلا تبع، قال إذا اشتريت بيعا فلا تبع، ضعيف الحديث. حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. وأقرب شيء أن النهي شامل لكل السلع، يعني كل السلع ما تباع حتى يقبضها المشتري، لا يجوز. طيب وما هي العلة؟ يعني لماذا نهى الشارع عن ذلك؟
هذا تكلم عليه العلماء رحمه الله. وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة في النهي عن ذلك أن المشتري قد لا يستطيع أن يخلص سلعته من عند البائع لأنه قد يربح فيها، ثم بعد ذلك يعني مثلا إذا اشترى سلعة لو قلنا لك أن تبيعها قبل أن تقبضها ذهب وباعها بزيادة قد يعجز عن تخليصها، يعني يعجز عن تخليصها من عند البائع لأنه باعها بزيادة. فلأجل هذه العلة نهي أن يبيع السلعة حتى يقبضها. وهناك أقوال أخرى أيضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نقبل إن شاء الله. هذا يقول لو توسعتم في الكلام على المسائل الخلافية. نقول الحمد لله نحن الآن نذكر أقوال أهل العلم رحمه الله وأبرز الأدلة، والفقه بحر. لو أطلنا يعني هذا الطالب أنه ما يستفيد كثيرا يعني كنا نطيل بذكر الأدلة والمناقشات، لكن الحمد لله نحن نذكر أهم الأقوال في أهم المسائل وأبرز منها، ونذكر أيضا أهم التفاريع في المسألة. يقول هل ورد آثار بأن ترك تنشيف الأعضاء وترك الميت سقط معه الذنوب؟ اللي جاء ثبت في صحيح مسلم يعني هذا ما ورد فيه يعني ترك يكون يترك التنشيف سقط الذنوب، هذا ما أعرف أنا فيه شيء، لكن اللي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فخرج نقيا من الذنوب. وهذا سواء نشف أو لم ينشف، الحمد لله هذا من فضل الوضوء. الإنسان إذا توضأ تقاطرت ذنوبه، نعم، والتنشيف هذا ما يمنع. نعم. يقول ما مسح ما بين أعلى الأذن وشعر الرأس؟ يقول لا، هذا ليس مشروعا. ما بين الأذن وشعر الرأس الإنسان يقتصر على ما ورد به النص، مثل أيضا مسح العنق ومسح الرقبة هذا ليس مشروعا.